الدكتورة غدير أسيري تتفق أو تختلف معها، تظل هي شخصية قريبة من القلب، هادية مسالمة، سياسية ومخضرمة. الدكتورة غدير أسيري خريجة جامعة الكويت تخصص فلسفة، وحاصلة على ماجستير من أمريكا ودكتوراه من بريطانيا في العلوم السياسية. عندها فكر مستقل وشخصية قوية، تحب المواجهة وتقول كلمة الحق، وكلنا شفناها في جلسة استجوابها شلون كانت واثقة من نفسها ومكانتها وترد الحجة بالحجة. وتعد الدكتورة غدير من الشخصيات النسائية السياسية اللي كان لها حضور مميز في السلك السياسي الكويتي، ولها تمثيل نسائي في الحكومة بالفترة الماضية، وهالشيء ما منعها من الحضور الاجتماعي القريب من القلب، وتعودنا نشوفها موجودة بالساحة السياسية والاجتماعية والعملية بعد. الليلة الدكتورة غدير شرفتنا بصحبة ولدها جبريل في أول ظهوره. دكتورة غدير حياك الله في عسيف.